إلى المحتوى المتداول مشاهدي الكرام في منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مقطع متداول يتأثر أو يؤثر في الناس أثناء لحظة نقل معلومات والدته المتوفية عبر جواله الشخصي. خلينا نشوف هذا المقطع المؤثر. مسكت جوال باسم أخوي أثرحاط حساب أمي الله يجعل بجنة النعيم. شلون الله يرحمها في اللي يوم توفت جت بوش راختي وعطتني حساب والأسماء اللي عنده وكل شيء صار بجوالي كل شيء والصور وكل حرفين كل شيء. وش كانت مسميتني بالجوال؟ ملوك الغالي وحط قلبي. صدق؟ ايه هلنا بكتب ملوك هذا اللي كانت أمي مسميتنا الله يجعلها بجنات النعيم. والله اني توي ادري انك حاط حساب امي بجوالك. ومن زمان من قبل اول يعني ما توفت الله يرحمه كله وانا حاطه. الله يغفر له ويرحمه ويجعل بجنات النعيم. لا تنسونها من دعوان. احنا في موقف صعب في الوقت الحالي عكس زمان. يعني زمان اوكي يمكن كان تلاقي صورة أو صورتين هي اللي موجودة هي اللي تلامسنا ونتذكر فيها حنيننا للناس أو أشياء الملموسة. الحين ما تقدر تهرب عن اللي بتفقده. جوالك فيه كل شيء، أنت مصورة وجالس معاه تسمع فويساته تسمع كل حاجة عنه. فالأمر صعب الآن في الوقت الحالي أكثر من الماضي، بل وصلنا إلى الهيلوغرام وأنه تقدر تشكل الشخصية اللي قدامك وتشوفها. عالم مرعب وأيضا مؤثر.